مشاهدي قناة ألوانكم، احنا الآن كنتواجدوا في مدينة سلا وبالضبط من حي الرحمة، من مكان اللي وقعت فيه الجريمة اليوم بالضبط، فالجريمة اللي فاجأت جميع المغاربة. باش نعرفوا وتعرفوا التفاصيل أكثر ابقوا معنا في هذا الروبورتاج. احنا كنا كنشاهدوا هذه القضيه، مجوقين مع الناس في هذه القضيه ديال الجريمه قتل ديال 6 أو 7 ديال الناس من عائله واحده. حتى تفاجئنا عاوتاني بجريمه اخرى، هنا ما كاين غير 14 كتشير. تعرفوا واحد جوج الناس هذا راجل شيباني مضروب، وبزاف ديال الناس مضروبين، والدمايات والقيامه، ودخل الديور وبدا كينقص من السطح وكيشير بالحجر على رجال الامن. هادشي راه ماشي معقول، هادو راه خصهم عقوبه شديده. هادي ما بعيدش الحال، حتى حاجه ما بعيده في هذا الوقت. كاع اللي يدير هكا يدير كثر، كاع اللي يدير بحال هذه الجريمه يدير كثر. هو ما راه على المخزن لا حتى شي حاجه، كل شيء قدامه وكيدير هذا الشيء. راه اذا هذا الانسان مجرم خطير بزاف. لقينا البوليس هنا مطوقين الدنيا. كنا الشرجم تيخرج منه الدخان والناس تدق في الباب وتتعيط. هادشي اللي شلنا مشينا، قال لك الناس ميتين. قالوا وليدي 6، جوج وليدات والمراه وراجلها وولدها وعروسها. صدمه كبيره، ماشي سهله هاد الحاله. صدمه كبيره هاد الحاله، ماشي سهله. احساس ديالنا ربي اللي عالم، البوطه ما قديناش نشعلوها. هاي خفنا ولينا خايفين. وهاد الموقف بنيتي ربي اللي عالج ضرينا بزاف. باش غتشوفي هاد الحاله راه ماشي ساهله، باش غيخرجوا قبالتك 6 راه ماشي ساهل. وهو اللي خدام عليهم غادي يقتلوهم، راه دخلوا اللي قتلوا العساس هو الاول، وعاد طلعوا اليوم هما، ويمكن شي 4 ولا شحال، لان كل واحد شد واحد، كل واحد حنت هما في 12 غادي يكونوا تفرقوا باش قتلوهم في دقه واحده. وتا الوليد عنده 40 يوم قاتلين، الوليد جا غي ضايف 6 سنين عنده تا هو قاتلين. وفي العوض باش يقولوا الاخبار كما هي، تا في دوزيام تيقولوا غير جريمه جريمه. ايوا وضحوا جريمه كيفاش، وضحوا باش الناس ما تبقاش تغلط. وتا هادو اللي غلطوا راه حنا ما كنسمحوش ليهم وغنتابعوهم. اللي تيقولوا راه الولد قتل والديه راه حشومه عليهم وعيب. الولد مسكين راه هو مذبوح، هذا اللي كيقولوا قتل راه مذبوح من اللور من العنقره، مسكين ذبحوه راه هو في لاموغ مع والديه. مع لا مازال ما عرفوش، راه دابا كيديروا التحقيقات، حنا ما يمكن ليناش نعرفوا. ما دايرين التحقيقات، الشرجم ديال الدار اللور راه هي مفروعه. منين ندخلوا معنا وكان شي حاجه غايقولها لنا، راه فين منين ندخلوا؟ العساس اللي عاس اللور راه قتلوه هو الاول، ذبحوه باش ما يهضرش. عاد طلعوا الولد ولد اختي وعاد قتلوا العائله كامله. حتى الناس اللي سولهم قال لهم انا دراوش، يعني ما عندهمش حسابات، ما عندهم حتى حاجه. شوف الراجل متقاعد عسكري قديم، مسكين كيشد لك تب الله، وتيبيع مسكين عيف الحديد وداك الشيء باش كيعيش هو وولدو. هو وولدو كيبيع ويشري، في الاخر دايرين قاتل والديه راه حشومه وعيب. هذا الشيء هذا الشيء ما كيتكالش. هذا الشيء السلطه باش يدخلوا باش يلقاو هذو اللي داروا هذا الشيء. ما انت مالك السلطه، انا غنفهم اكثر منها. السلطه كل واحد تيفهم المهمه ديالو وخدمته، كل واحد تيفهم راسو. وهاد الجرائم راه ما غتساليش، لان القرقوبي والحشيش ما سالوش. من نفس العائله، عائله وحده اللي ماتوا. هادي راه اختي وراجلها وولدها ومراته، وعندهم الوليدات الصغار. الوليد 40 يوم، المراه يلاه والدها ب 40 يوم، والوليد الاخر غير ضايف عندهم بنت اختي، حتى هو عنده 6 سنين غير ضايف، مشى فيها 6 سنين. كانوا الشرطه العلميه هنا، الله يكثر خيرهم، كلشي دار خدمته. ولدابا ولد اختي راه كانوا داو هو الاول، ساعه مات في الطريق. والتربيه تا هو مات، عنده 40 يوم، وواحد ولد بنت اختي بيت عندهم غير ضايف، تا هو عنده 7 سنين. وخويا واختي وراجلها
وهاد خويا اللي قلت لك مات في الطريق مراته مسكينه تاهي. المهم تيجي عندك للدار مرة تيتغدى معاك ولا تيتعشى معاك راه عادي، شي حاجه اللي كانت لي فيها الخطر كون قالها لينا. نقولوا لي حداو راسك ولا عندك ولا تصالح مع دوك الناس، ما في راسنا والو اختي. وهاد السعر ما ندبز مع حد هاد الشهر هذا، ما شافو حتى شي واحد مشارق مع شي واحد ولا شي عساس خدام عاد شرا عاد شرا واحد الطونوبيل هذاك يلا يومين هادي. وها انت يا اختي تنشوفي عائله على قدام شي. عائلتي جاتنا هاد الموت على غفله، ما عرفنا شنو كاين، لا كانت من عند الله وكانت مرحبا، ما عندنا ما عندنا هادشي اللي قسم لنا الله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، ما شاكن حتى في شي واحد. ما لقيت الخبر تلقيته في الاخبار في دوزيم، اساس تصدمت انا حاليا مصدومه. ما عرفنا شنو كاين، ما عرفناش هادشي اللي واقع هادشي اللي كاين صافي. ولد خالتي الله يرحمهم، الله يرحمهم اختي، الله يرحمهم مات اختي وخويا شي سته واقيلا وكوكاك. شمعك باس، شمعك باس يا حبيبي. شوف كاين شوف كاين.